تخيلوا شحال ديال الفواتير اللي دفعات من جيوب دافع الضرائب، من جيوب الشعب المغربي، من جيوب ساكنه مدينه سلا بتعبير ادق. وفعلا عندنا وثيقه تثبت هذه السرقه اللي هي كتشوفوها هي دي. مرة أخرى وفي إطار سلسلة زواج المال بالسلطة، نلتقي مع مشاهدي موقع رحانة بريس في الحلقة الثانية مع صاحبنا دريس السنتيسي. خلال الفترة ديال السبعينات والثمانينات غيجمع السنتيسي تروى هائلة، فتحت ليه باب للاستثمار في كل شيء، في العقار وفي السياحة وحتى في الصناعة التقليدية، ودار مشاريع كثيرة جعلته يتربع أو يتسلطن على عرش مملكة مدينة سلا، وغيصبح المستثمر الوحيد والأوحد في تلك الفترة، يعني عنتر زمانه بدون منازع ينازعه. غدو الشهور وغدو السنوات وصاحبنا دريس السنتيسي كيحقق المجد وكيجمع الثروة إلى أن وصل للقمة وأخذ الرضا من طرف الحكام الجدد لهذه الدولة اللي هما رجال الأعمال والمال والسلطان، ودخل طبعا للنادي والملعب ديالهم، وأصبح لاعب قوي بعدما كان في دكة الاحتياط لسنوات. وباش يضمن المشاريع ديالو النجاح والاستمرارية، جمع حوله مجموعة من الأطر والكفاءات اللي تكلفات ليه بكل المشاريع اللي غتكون بمثابة اخطبوط اللي غتبتلع مدينة سلا بأكملها. فقام سنتيسي بتأسيس مجموعة من الشركات كتعمل في مجالات متنوعة، وخدم معها حوالي 654 عامل وعاملة من أطر عليا وأطر متوسطة وعمال عاديين، واحد الفئة منهم غيكونوا من حملات شهادات العليا. وهذه الشركات اللي كانت في تلك الفترة فقط في تلك الفترة والآن تضاعفات بزاف، وحنا دابا كنهضروا على فترة البداية ديالو قبل 20 سنة هذه. والشركات اللي كانت في ديك الفترة هي مجموعة مدارس الأمانة، كنا تحدثنا عليها في الحلقة الأولى، ثم قرية الفنون المغربية، وشركة سلا للتقنيات الأوتوماتيكية، وصفاتور، وشركة الزهراء والوقت الأخضر، وشركة الأحمدية والولجة للنباتات، والشركة القابضة والاتحاد، وغيرها من الشركات اللي معروفة واللي ما معروفش. لكن لما اعطت ريحته فكثرت المشاريع دون حاسب أو رقيب، ولات الناس كتسأل سواء من اللي قرب منه أو من اللي بعد منه، سواء الموالي له أو الخصوم دياله. في تلك اللحظة غينوض واحد المستشار غيقدم شكاية في حقه، غتوضح هاد الشكاية الصورة عن حقيقة كل المشاريع دياله الاستثمارية. هاد الشكاية قدمها المستشار الجماعي انذاك عبد اللطيف بن عزوز اللي كينتمي لحزب التجمع الوطني الاحرار، وغيقدمها للوكيل العام للملك، والموقع كما قلنا عنده نسخه منها. هالشكايه غدير واحد الزلزال قوي، تكلم فيها بن عزوز على فضايح السنتيسي واعتبرها خروقات وعززها بالوثائق والادله. هاد الفضايح والكوارث هي عباره عن صفقات ومراسلات سريه، ايضا عندنا نسخ منها. البداية غتكون بتأسيس سنتيسي لواحد الشركة سماها الزراء، ومن بعدها غيبني مجمع آخر للصناعة التقليدية سماه قرية الفنون المغربية، وكانت هي موضوع الشكاية الثانية اللي تقدم بها بن عزوز للسلطات ولكل من يعنيه الأمر. غيجمع الملف كله وغيرفعه هذه المرة للملك محمد السادس بالصفة ديال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليس بصفته ملك البلاد، وغيوجه منها نسخ الوزير الداخلية والوزير العدل والرئيس المجلس الأعلى للحسابات والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتش العام للمالية المحلية والمدير العام لمديرية الحريات العامة والتقنين والمدير العام للشرطة القضائية الوطنية. الشكاية طالب فيها بن عزوز بإصدار قرار الإلغاء العقد ديال الكرة اللي كان بينه أو كان بين الجماعة الحضرية سلا في بطانة، واللي دريس السنتيسي هو اللي كان مسؤول على جماعة سلا، وبين شركة الزهراء خدمات تجارة وصناعة اللي كيملكها دريس السنتيسي. توسعت المنطقة الصناعية التقليدية بشكل كبير، خصوصا من اللي تولى دريس
استنتجت مهمة رئاسة الجماعة الحضرية لسلا إلى درجة أنها ولات موضوع مراسلات واحتجاجات غتكون بمثابة الحطب اللي غيشعل فتيل الحرب بين السنتيسي وبين عمدة سلا. في ذاك الوقت نور الدين الأزرق ولا عندنا معاه حتى هو حلقات، وكينتمي الحزب التجمع الوطني للأحرار اللي كينتمي ليه بن عزوز أيضا. الأزرق تقدم بالشكاية فاش كان عمدة سلا وغيتهم فيها السنتيسي بتسخير موارد الجماعة، وفعلا الوثائق اللي عندنا هادشي اللي كتقول، واللي كانت موضوع التحقيقات الامنيه. الاتهامات ديال الزرق هي تطوير مشروع السنتيسي قريه الفنون المغربيه من خلال سرقه الماء والكهرباء، والبلديه هي اللي كانت كتدفع ثمن ديال الفاتوره ديال الماء والكهرباء ديال قريه الفنون المغربيه طيله مده ولايه السنتيسي. تخيلوا شحال ديال الفواتير اللي دفعت من جيوب دافع الضرائب، من جيوب الشعب المغربي، من جيوب ساكنه مدينه سلا بتعبير ادق. وفعلا عندنا وثيقه تثبت هذه السرقه اللي هي كتشوفوها هي دي. نرجعوا الموضوع شكايه من عزوز اللي وجه فيها اصابع الاتهام لصاحبنا، واعتبرها تلاعبات كتتعلق بمشروع مجمع الصناعه التقليديه الخاص بالسنتيسي، وقال انه في سنه 1981 تفوتت القطعه الارضيه اللي كاينه في مجمع الفخاره في الولجه في طريق يعني بين الرباط وسلا، مساحتها 3000 متر مربع لفائده تدريس السنتيسي باش يبني مجمع للصناعه التقليديه عن طريق عقد ديال الكرا بتاريخ 14 مارس 1991 بين عماله سلا وشركه الفنون المغربيه، واللي كيمتلها قانونيا تدريس السنتيسي كمتصرف وحيد للشركه في القطعه الارضيه رقم بي ومساحتها 2500 متر مربع الواقعة في مدخل مركب الفخارة يعني في الجانب الأيمن لمدة 90 سنة ابتداء من فاتح مارس 1991 بثمن 1000 درهم لكل شهر. وهذه هي الوثيقة، هذه الوثيقة اللي تحدثنا عنها. الأكثر من هذا هو أن الشكاية المعززة بالوثائق ونسخ العقود والمحررات كتأكد على أن السنتيسي كان كيدلس في هذه الأرض اللي دار فيها مجمع الصناعة التقليدية، كان كيغير مساحة الأرض في العقد ديال الكرة في كل مرة كيتم فيها تمديد مدة الكرة عن طريق التلاعب في ثمن الكراء مقارنة مع المساحة المكترات. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة الثانية من سلسلة زواج المال بالسلطة مع صاحبنا إدريس السنتيسي البرلماني الحالي والعمدة السابق لمدينة سلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.